الفقرة دي مش بس مهمة يا حضراتي، هتكون في منتهى الأهمية. وبالمناسبة الدعوة عامة، وإن شاء الله هتبقى لما الدعوة مفتوحة لكل حضراتكم وبصفة خاصة أولياء الأمور، ولو في مساحة كمان إن الأطفال نفسهم أو التلاميذ نفسهم برضو يحضروا معانا الفقرة دي، لأن الموضوع ده مهم وفي ناس كتير جدا جدا بتشتكي منه، مسألة التنمر بأشكاله المختلفة. مش هنحرق الكلام دلوقتي بالزبط. بس تابعونا إن شاء الله في الفقرة دي، ولو هم حابين يا كريم كمان يبعتوا لنا لو طبعاً. في طبعاً, طبعا تاني هنرجع نفكر حضراتكم أنا وكريم، البرنامج ده مش فكرة بس بنطلع أنا وكريم نتكلم، إحنا بنحب يبقى فيه همزة وصل بيننا وبين حضراتكم، فلو سمحتوا ابعتوا لنا أي حاجة أنتوا حابين إن أنتوا يعني تشاركونا فيها على الهاشتاج بتاع 10 الصبح في الأهلي أو على صفحاتنا يعني، وإحنا نعرضها ونشارك برضو حضراتكم. لو في أي أم أي أب بيعاني من فكرة هنا التنمر على أولاده أو في عنف بيمارس يعني ضد أولاده في المدرسة، أو حتى عايز يقول وجهة نظره في هذه القضية، ابعتوا لنا وإحنا نقراها إن شاء الله في الفقرة.